لا أحد يدري بالتحديد من أين دوت صفارة الانطلاق. مات جون غرانغ. بذلك الخبر القصير انطلقت موجة نهب وتدمير وقتل فاجأت بحجمها وآثارها الكثيرين. متاجر وسيارات بالعشرات ما خربت أو نهبت أو أشعلت فيها النيران. أعمال قتل عشوائية طالت أرواح العشرات لدرجة ازدحام بعض المستشفيات بالقتلى والجرحى. والله يعني من الساعة تقريبا 9 يعني احنا جاتنا الحالات دي خاشة يعني. فجأة بس اتفاجأنا بأنه الناس مضروبة وكده ونحاسبة فما علينا هو اللي تقبلنا الحالات وسكنا يعني. في ناس طبعا جاتنا مجهولات من الهوية يعني. والله حاليا لحد 108 يعني دي لسه يعني احنا ما زلنا بنحصي في الناس يعني. في بعض منهم طبعا توفي يعني. والله لا توفي حاليا لحد هسه دي ما معروف لحد هسه في ذمتنا 8 يعني. لكن ما معروف. وسواء أكان الأمر يتعلق بهستيريا صدمة الخبر أو بفرصة سنحت لتصعيد كوامن بعض النفوس فإن المصاب كان عميقا. لكن كان دمار من ناحية شديدة. سلاح ابيض وعكاكيز وسيخ ومواسير وحرقوا المحلات ودمروا يعني كامل اي بغاله نهب سرق يعني حتى المحلات بتاعت السراير البرة كسروا الجنازير وشالوا السراير نقلوها ونقلوا اي حتى الدكاكين بعد يسرقوا وياكلوا بيحرقوا الدكان يعني كانت حاجه ما بتصدق. في ساعات المساء اعلن حظر التجوال وخلت شوارع المدينه الا من حركه محتمله لقوات الامن. لتعود الخرطوم في 3 أسابيع ونصف إلى طوارئها السابقة، لكن هذه المرة على نوتة من أنات المفجوعين بفقد أرواح بريئة. هكذا وبسرعة رهيبة عادت إلى ليالي الخرطوم كوابيسها السابقة، وأعراس السلام التي زينت تلك الليالي لأقل من شهر واحد بات يخشى أن تكون قد تحولت إلى مآتم. محمد فال، الجزيرة، الخرطوم.